حملة ستكون تخص التوعية بسرطان الثدي، ستكون هناك فحص لجميع النسوة، أيضا سنخصص جزء على كيفية الفحص الذاتي لكل امرأة. نتمنى إن شاء الله يكون يوم تحسيس يعني يفيد كل النساء. أول حاجة نحث على الفحص الدوري هذا أو الفحص الذاتي لكل امرأة، اللي من خلاله راح تكتشف المرأة هذا المرض مبكرا. وأيضا نحن في كل مؤسسة جوارية راح تكون كاينة قابلة بيانسور، راح تكون متابعة لنا نحن، ونحن بدورنا نبعثوها للجهات الخاصة يعني اللي تكون كاينة تعود تستحق للمرأة ماموغرافي ولا متابعة من عند الطبيب، حنا نتبعوها.